الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة ميرنا إيهاب. إليك مجد. شكرا لكم رجائي وأدا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي. وقام إعلامي بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريا لمنافذ صرف السلع التموينية. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة أوجه التعاون المشترك وفرص الاستثمار بمصر، وذلك مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة والفجيرة، وأيضا تفعيل التعاون من خلال مشروعات التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات. جاء ذلك خلال لقائه عدد من المنظمات والجهات الاستثمارية ومجموعة من الشركات الإماراتية. كما تطرق الاجتماع إلى التعرف على خططهم في الاستثمار في مصر أو خططهم التوسعية بشكل عام، حيث شهدت اللقاءات استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة الأعمال، والتي من أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة وتطوير البنية التحتية. تفقد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين موقع إحدى شركات تموين السفن بمقرها الرئيسي في هولندا داخل ميناء روتردام، واطلع رئيس اقتصادية قناة السويس على مستجدات الأعمال للتجهيزات الخاصة بتموين السفن التي توفرها الشركة لعملائها، وكذلك تفقد خزانات الوقود وخاصة الأمونيا وآليات العمل في هذا المجال لتبادل الخبرات بين الجانبين. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن العرض والطلب، وانخفض سعر خام برنت بنسبة تقدر ب 80% ليصل إلى 74.30 دولارا، كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة تقدر ب 76% مسجلا 70.33 دولارا، وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى 2.36 دولارا للتر. وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 39% لتسجل 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة إيكوفن الدولية للدراسات الاقتصادية أن الطاقة الإنتاجية للمشاريع المعلنة عالميا لا تمثل سوى نصف أحجام الهيدروجين النظيف اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 45%، وذلك بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وكشف مجلس الهيدروجين عن أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية المجمعة لجميع مشاريع محطات الهيدروجين النظيفة المعلنة في أفريقيا إلى 1.5 مليون طن سنوياً. وعلى الصعيد العالمي من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لجميع مشاريع محطات الهيدروجين النظيفة التي تم الإعلان عنها بالفعل إلى 38 مليون طن سنويا في عام 2030، وأكثر من 66% في هذه السعة تتعلق بالهيدروجين الأخضر. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى رجائي وأدا. شكرا لك مرنا.